نظمت مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر حملة تحسيسية لفائدة السواق عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود الثابتة بإقليم الجزائر العاصمة، وكذا محطات نقل المسافرين من أجل تحسيس مستعملي الطريق بالأضرار الوخيمة الناتجة عن عدم احترام قانون المرور. تندرج هذه الحملة في إطار تجسيد الأهداف المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني بخصوص الأمن المروري بهدف الرفع من درجة الوعي لدى السواق، خاصة من مخاطر الإفراط في السرعة، تجاوز الخطير، عدم احترام مسافة الأمان، المناورات الخطيرة، السير على اليسار، وكذلك تفادي مصادر الإلهاء أثناء السياقة. ليها الإنسان باش يكاكيو الناس باش يعرفوا واش كاين واش ما كاش، كاين الإنسان اللي يسهى ينسى هكذا، الإنسان هكاك يشوف كيما نقولوا يدير باله يرد باله. يحبل بزاف كاع، واش نقول لهم؟ مام هما مسهرين سهرين في الطرقات، واقفين مع المواطنين، والحمد لله والله العظيم غير حاجه كبيره عم يديروا. من صنتوش نصايح تاع قوانين المرور، واحد فوضى، واحد يقصر مع وليده من تليفون، المراه تقلقوا، كاين امور يدخلوا في لي ديتاي هذوما، بصح كي تكون انت على بالك بلي كونسيكونس هذوما سي بون.